طلعت سرقة شخصية زميلتها فتاة الكده وكده أو سندس عبد الهادي تعرف على شخصيتها الحقيقية. احتلت سندس عبد الهادي محركات البحث على السوشيال ميديا وتحولت إلى ترند في لحظات معدودة خلال الفترة الأخيرة. الكل يبحث عنها ويريد معرفة حقيقة هذه الفتاة التي تحولت فجأة إلى مادة غنية لحكاوي المئات على الإنترنت. من هي سندس عبد الهادي فتاة الكده وكده؟ اتهمتها صديقتها بأنها حققت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسببها، بالإضافة إلى ظهورها في أحد الفيديوهات في الشارع والتي قالت فيه أن كلمة وحوي وحوي المرتبطة بشهر رمضان الكريم لا يجب نطقها بهذا الشكل، بل نقول يحوي، وحدث تحريف للكلمة. خفة دم سندس جعلت الكثير يبحث عنها ويرى فيديوهاتها على اليوتيوب وإنستغرام والتيك توك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. سندس ظهرت مع إعلامية مشهورة، وعندما سألتها عن أغرب المواقف التي حدثت معها قالت أن أغرب موقف عندما كانت في الجونة وفي وقت متأخر ولم يكن هناك مواصلات وجلست مع أصدقائها مع فرد الأمن. أثار هذا المقطع سخرية الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت عن هذا الموقف، معتبرة أنه من ضمن أصعب المواقف التي مرت بها وعلى رأسها رحلاتها للجونة. سندس تتحدث عن أزمة أخرى حدثت لها حسب وصفها، وهي عندما كانت تقضي 3 أشهر متتالية في الساحل الشمالي بسبب امتحان الدور الثاني بالجامعة. سندس أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ما بين السخرية والانتقادات، وظل الكثير يبحث عنها وعن هويتها لشهرتها خلال الفترة الأخيرة. سندس اشتهرت بعبارات تم استخدامها كوميكسات على السوشيال ميديا، من بينها كده كده ساحل ومفيش حد في الدنيا، وأيضا مشهور أوي في نفسك ويا واد يا بوبيلر. كما ظهرت سندس في فيديو مع صديقتها التي بدأت تتهمها بسرقة شخصيتها، وأن ما تفعله سندس على السوشيال ميديا ولاقى استحسان الجميع هي سرقته من طريقة حديث عائلتها مع بعضهم البعض. وتحولت سندس الفتاة التي تبلغ من العمر 21 عاما إلى ترند في لحظات معدودة ليبحث عنها الجميع ويريد معرفة حقيقة هذه الفتاة. من هي سندس عبد الهادي؟ اسمها سندس عبد الهادي، تبلغ من العمر 21 عاما، تعمل فيديو كرييتر، تطلق على نفسها عبر منصة الفيديوهات تيك توك أنها فتاة الكده وكده، تعمل في إحدى وكالات الدعاية والتسويق. لا تشارك متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام منشورات، رغم اقترابهم من 60,000 متابع. حلت سندس عبد الهادي فتاة تيك توك في أحد البرامج وقالت أن والدتها فنانة وأنا عايشة في مصر طول عمري وأنا مصرية 100 100، وأضافت بابا لواء طيار متقاعد وماما درست حقوق وكانت بتكتب شعر وكانت ممثلة، وتابعت احنا 6 اخوات وانا اصغر واحدة في اخواتي واخواتي متجوزين ومخلفين. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.